يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هل صحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ نعم قيل نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك ستنادى بهذا، ستنادى بهذا، وقيل أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه. نعم.